تعبنا من الكريسماس ماراثون، بس عند الحل عسل مقلوبات من جار هوني. خلينا نشوف تعطينا نشاط تنقدر نكفي، وإلا ما رح فينا نكفي. واو اللوبات والعسل طايفين لبرا، خلينا نشوف قديه رح تعطينا بوستينج. رح اكل كل المرضبان، ما رح فينا نكفي. يلا 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 17 ديسمبر، شو مخبينا سانتا لليوم؟ سانتا يا سانتا، صرتوا كاشفين سرين لسانتا كريسمس ميكس وهيدي الخلطة من جار هاني. عسل مقلوبات 30% ديسكاونت. يعني لكل حدا ما عنده باور وكل حدا بيروح على الجيم وبده نشاط وحيوية ما قاله غير المكسرات ني والعسل من جار هوني. يعني بتاخدوا الفوائد تبع العسل وبتاخدوا الفوائد تبع المكسرات، شو فيها كاجو، لوز، جوز، فستق حلب، كتير 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 طيب ومفيدة. وهلأ عليها 30% ديسكاونت من هلأ ل 24 ديسمبر. كل اللي عليكم تعملوه عملوا الأوردر على الفيسبوك على الانستا أو على الواتساب، حطوا البرومو كود كريسمس شار وألف مبروك 30% ديسكاونت. يلا ميري كريسمس and see you tomorrow.